دونك انا شوف قلنا واش مثلا غتجبد. ثلاثة ديال الحوايج اللي تقدر تقول لنا اي واحد لقى لا باسون ديالو باش يعاونوه انه يولي تعيش بيهم. ديجا جو كخوا هضرنا على ثلاثة، هضرنا على الخدمة، هضرنا على شوف شنو لا قلنا دابا كونفيونس ان سوا، لا لا كونفيونس كونفيونس ان سوا، قلنا جبهة تعيش بيهم المعقول، فهمتي؟ لا والمعقول. كونفيونس جبهة داخلة في لا كونفيونس ان سوا، فهمتي؟ المعقول مهم بالجهد ديال بصح، فهمتي؟ هو مي اللي خاص يكون كيخليك عندك في الريلاسيونيل وهادي وهادي. اول حاجة يكون عندك بعد لا كونفيونس ان سوا ما يمكنش تثق في راسك وانت كتشوف راسك ما صافي عندكش، كاين فهمتي؟ اللي تايق في راسهم. واخويا هذيك راه ما هادشي علاش موراها ما كايناش، ما كاينش دونك خاص ريلاسيونيل، فهمتي؟ هذا كتولي كد ايولي بنادم كيضحك عليك تو خاص سامبلومون، فهمتي؟ تكونسونطرا بعد ما داكشي شاد دير. السمعة مهمة. شوف كاين كله كيتجبد بفعاله كيما شافو، شوف انت سميتك فاش كتجبد وسط الناس اش كيتك، داكوغ؟ فهمتي صافي هادشي كاين. دونك هادشي اللي تيدير داك السيلف براندين اللي هو من بعد تبقى تبيع ليماج ديالك ولا غتجيب بها دي اكزاكتومون بروجي. اكزاكتومون بيان سور دونك الدراري خاصهم يتكونسونطراو اول حاجة على ديجا على راسو، يميتريزي داكشي اللي تيدير، على راسو، يتراي على يميتريزي راسو، على وهذا، راسو. ومن بعد حاول تكثر من مثلا المعارف باش تلقى دي زوبورتينيتي جداد كبر السيركل ديالك، وحاول فهمتي؟ تكون مزيان في كل ما كبر السيركل كل ما سيرمون تلقى لوبورتينيتي. الا سولتك مثلا من الاول ديال لا كارير ملي كنتي مقصر مع الدراري ب دربوك في لافاك حتى لدابا تنشوفوك انت لي اوركستري لوركستري كاينه في لو بلو غون شو اللي كاينه في المغرب رشيد شو، وتبارك الله دابا ليكول هاي غاديه. ان شاء الله. دونك شنو هي الحاجه اللي تبغي تقول للدراري اللي استفدتيها من هاد الاكسبيريونس كامله؟ شوف والله الا واش صاميغيت بعدا انك تباع لا باسيون ديالك؟ واه بالك. شوف هاد القضيه الا ما بغاوش هادشي اللي كاين، اولا على ودك، والله ما على ود شي واحد، سي على ودك انت الاول، انت دابا مستمتع سي اكزاكتو، فهمتي؟ انت الاول، انت الاول. وتا دابا انا بو مو راه جو تخوف بحال اللي راه مازال ما داير حتى حاجه، فهمتي؟ ايه الحمد لله ربي كي زعما كاين تطور، وكاين الواحد شويه في حياته حتى هي تبدلات، ولا النيفو دو في. طيب هذا هو السؤال اللي موصل، النيفو دو في تو ما نكروش، فهمتي؟ راه حنا اون ترافاي بوغ سا، كنخدموا على هادشي باش تلمس مزيان، باش تكون في بلاصه مزيانه. نسولك واقيلا دابا نيت مرحبا. سؤال الحلقه، سؤال المليون، ايه هذا هو اللي تيسينوه كاع الناس اللي باغيين يريسكيو. إذا كان سؤال مليون غاسني الشيك من لا 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 نقول لك بلا ما نهضرو، بلا ما تقول لي الفلوس زعما. واش ملي تكون تدير لا باسيون ديالك واش لو نيفو ديالك تيطلع؟ يعني تتولي اليز، تولي تربح كثر، شوف بلا ما نهضرو في شحال وهذا، قول لي غير واش اه ولا بغيتي ديطاي شويه مزيان. إلا كنتي خدام وما بروغريزيتيش وما دخلتيش كثر، بلا اريح ارتاح، راك كتعيا، راك خدام بوغ سا صاحبي. لا دابا في لاباسيون واش سي نورمال، راك انت غادي شوف كل ما كتبروغريسي في يدك، كل ما كنت كتانفيستي في راسك اكثر، تانفيستي في ماتيريال، تانفيستي في خدمتك، راه لا كاتيغوري ديالك قويه. قلتها لك، قلت لك شوف انت التيكيتي اللي بغيتي تعلق عليك شنو هي البرودوي ديالك كتبيعو اكثر. سي اكزاكتومون. شوف ولكن ما يمكنش تقول لي انت باقي كتلعب نفس القاو في جيتار، كتقصر بنفس لا ميثود اللي كنتي كتلعب بها ما عرفت فوقاش، فهمتي؟ ما كاينش بروغري، كي بغيتي الناس يشوفوك، فهمتي؟ خدام على ود هادشي. انا كيفاش نشوف؟ اش نشوف جوج ديال الناس، واحد باسيوني واحد ماشي باسيوني. وهاد القضيه كنت هضرت عليها في واحد لا فيديو، جوج ديال الناس مثلا جوج نجاره، واحد تيدي طبل، جوج تيديو مثلا طبل الطبايل الخشب، علاش واحد تلقاه مسهل يلاه غادي مزيان، واحد هذاك غالبا غيكون باسيوني، علاش؟ حيت كل نهار تيطور المهارات ديالو في داك الدومين، ولو فيت انه تيطور المهارات ديالو تيدوز وقت كبر، يعني البرودوي ديالو تيولي الكاليتي احسن. يعني نشوفو دابا نقارنوك بين انت تدير غيتار، واحد تيدير غيتار تيعطيها غير شويه ديال الوقت وما مفوكاليزيش عليها. شوف بيان سور القواعد، انا نضمن لك من هنا بلي كاين لي غيتاريست احسن مني بزاف، كاين اللي كنعرفهم كاع تكنيكمون بارلون دراري واعرين، فهمتي؟ وانا كيعجبني نجلس نتمزك عليهم، مي راه سي تو ان باك اللي كتخدم عليه، ولا شونس واش غطيح قدامه ولا لا. وكاين اللي الله يحسن العوان عنده دماغه مشتت بزاف الحوايج اخرين، وكاين ظروف وكاين بزاف الحوايج، كاين اللي بيرسوناليتي ديالو كيأثر عليه لونتوراج ديالو، كاين اللي كتأثر عليه هضره الناس، كاين اللي البليه مأثر عليه كله، وشنو مأثر عليه هادشي اللي قلت لك، راه حتى واحد ما غيعرف داك سي تو ان كورسور ديال بنادم اللي عايش وسط من سوسيتي، اللي بيرسوناليتي ديالو تقدر تكون لعبه ضد الضو كاع،
ça dépend de toi. Tu vois, finalement, parfait.